ماشي البركة بتاعتها. ها تشربي ولا اتركي اروح اكملها من ده. ستة مغرب عز بدي اشتكي عشان كنت شو هلا ما تكش على عشان استقبل الأكل يأذن دلوقتي حال الساعة 6 الظهر. يا رب استغفر الله بنت استغفر دي لحم حطيت كله رز من الكبسة. قلت الأكل سخن كله سخن سخن. شوف دي سخنة مولعة. لا تبي تشمرها زي اللي تشمرها تاكل جمل ماشي ما لسه اجيب لك عصير مامي اجيب لك عصير طبعا الاسوس انا الاسوس اجيب لي خمسه حاجه سلامتك ها كل حادي دي حط تبقى عد بس انا عاملاها كده ما عشان الكبس الكبسة بتبقى حد بيبقى جاي معاها سلطة صلصة بيبقى جاي معاها صلصة حراقة بس قلت اعمل طماطم كده قلب لك دي ولا تقلب شوف دي لحمة كده كله براحتك بقى من هنا وشوف سخن كله ماشي. انا عمال اهدى عليها عشان المغرب يتنوا ده وسلم وبارك على تحمي يا سيدي بقى طب بس كل تكليه هون مستعجل على ايه اللي انا والشيف اما توت النار صيد تاكلوه رب تعرف تاكله ولا طب طبعا البركه ماشي البركه
عندك دول حشيت انت اعمل لك لما نجي البحر واعمل لك محشي احلى محشي اعمل هناك في الحر مالك نحشي ولا هناك نصلي لا ما لازم نحشي وناكل عشان نقدر نصلي هناك في التراويح التهجد ربنا يعيننا ويقوينا وتقبل منا كلنا يا رب العالمين سخن استنى يضرب حاجه ولا سخن الاثنين هتتبع اللحمة خالص خالص ها شو واحدة راحت بتغسلها متلج زي ما غسلتي بغسل الحنج الأول قبل ما نكبر حمله لك الازاز انت نعمل ايه ساعة اخر اجيب لك سفندي بقى برطان ولا مانجا انا ودنا انت لا بقى ننسى اجيب لك الحقيقه انا مش ناسي ولا اجيب لك تحل بعدين كنافة وبسبوسة واللي انت بتحبها الحاجات الطرية وكده ما هي جايبها من برا عشان خاطر يعني ماما حاجة ماما متواصلين بك كمان ربنا يجيبها بخاطر كمان تعرف الطرية بقى خد اللحمة دي وياك لا كتير كل بس لا بحش بيها برضه كل بس لا خلاص وانا هخلص برضه حطي لك شوية شوربة من العدبة يكون الرز حادي ولا ما انا كنت مزودة لك منه اصلا مزودة لك منها على الاكل محشي وخلاص عنها ليك نص ساعة كده اهو خليها ما تخلص انت مستعجلة على الأمان كل براحتي نخليك الفيديو خلاص تاكل براحتي ورا الكاميرا ورا الكاميرا حرمش منك ابدا ترسل القرآن الكريم هذا الدكتور عن جزء عن منصور زين ماما حبيبتي صورتها ترسل القرآن الكريم هذا الدكتور عبد المنصور صباح العفو والدنيا صورته الناس شهيدات من هذا وخواتر وخواتر صلى الله عليه وسلم شهيدات من هذا وخواتر من سنة الوقت عبد الزبان تقوير